أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: معالي الشيخ صالح، اشرحوا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم، هذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أنه الصيام ليس عن الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام صيام الأعضاء، صيام الأعضاء، صيام اللسان عن الكلام الذي لا يليق، وصيام الجوارح عما لا يليق. ولو أن أحدا خاصم الصائم أو سابه فلا يرد عليه بالمثل، بل إنه يقول إني صائم، أي لا يمنعني من الرد عليك إلا أنني صائم. فالصائم يحفظ لسانه حتى من القصاص في الكلام، يحفظ لسانه ليحافظ على صيامه. نعم.